السلام عليكم، تبارك الله عليكم. معكم طارق الهدف، معروف طارق الرعد، المندوب الجهوي للنقابه المهنيه المغربيه، مدعي الاغنيه من المنطقه الشرقيه. المغرب كيعرف واحد الحاله نتاع الاستنفار بسبب وباء كورونا، اللي واحد الوباء عالمي اللي انتشر في مجموعه تاع الدول، واللي البؤر ديالو اللي انتشر فيها بزاف، اللي هما بدات بالصين وموراها دابا ايطاليا واسبانيا. حنا كنقابه وكنقابيين وكمنخرطين دابا كنديروا التوعيه الناس ديالنا وكنفهموهم بالخطوره نتاع الوضع، الخطوره نتاع المرض، باش انهم ياخذوا الاحتياطات ديالهم والتدابير اللازمه، لا مع العائله ديالهم، لا مع الاشخاص اللي يتلاقاو معاهم، لا من حيث الوقايه، لي ليغون، لي ماسك، المعقمات. بالنسبه لينا حنا كفنانه وكموسيقيين في المنطقه الشرقيه، انضبطنا القرار ديال الدوله وديال الداخليه بتوقف المهرجانات، واليوم اللي وقفوا مجموعه ديال المحلات ومجموعه ديال المقاهي ووقفوا الحفلات والاعراس. ولكن كنطلب من جلالة الملك ومن الحكومه المغربيه ووزاره الثقافه انها شويه تلتفت لهاد الناس اللي كما نقولوا حنايا اللي كيخدموا غير الموسيقى. دابا الموسيقى وقفت، المهرجانات وقفوا، بزاف تاع الناس اللي كيتكلوا على 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 هاد الدومين هذا وخدامين غير في الفن، يعني ما عندهمش اللي يخدم عليهم. كنتمنوا انه يندار شي صندوق ولا شي اجراءات اللي باش تنقذ هاد الناس في يعني مستقبلا، لانه دابا الفنانه الا ما خدموش راه ما غاديش ياكلوا، وخص الحكومه والدوله المغربيه تاخذ عين الاعتبار لا سيتياسيون ديال هاد الناس هادو. وكنتمنوا ان شاء الله الخير، وكنطلب من المواطنين المغاربه والشعب المغربي انهم ياخذوا الحذر ديالهم، ولان هاد الشيء هذا ماشي ضحك. كان بعض الناس اللي كنشوفوهم داين هاد الشيء ضحك ودينوا باستهتار في ايطاليا واسبانيا ومجموعه تاع الدول، حتى هما كانوا بحالنا. حنا كنشكروا الحكومه المغربيه لانها رغم ان احنا في المرحله الاولى طبقت الاجراءات ديال المرحله الثالثه بالحجر الصحي على مجموعه ديال الاماكن العموميه ومجموعه تاع لي سباس وداك الشيء. كنتمنى ان شاء الله الخير لهذا الوطن الحبيب، ودوز هذه الازمه بخير وعلى خير، وشكرا.